الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية. ماكرون يعلن فرض حظر التجوال بباريس ومدن أخرى اعتبارا من السبت لمواجهة انتشار كورونا. الرئيس اللبناني يقرر تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة لمدة أسبوع. التاسعة مساء السابعة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع آية عبد الرحمن. أهلا بك آية. شادي، تحياتي لك وتحياتي مشاهدينا. وإلى تفاصيل النشرة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي اجتماع آخر مع رئيس شركة سيمنز العالمية. أعرب الرئيس السيسي عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بدءا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع، وصولا لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس بامتلاك مصر لشبكة كهرباء وطنية شاملة الأركان ومؤسسة على أحدث مستوى لنقل الطاقة الكهرباء على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية، وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص. كما تناول الاجتماع آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلا عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الإقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكة الربط. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السيد كريم أمين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الطاقة بشركة سيمنز. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد جو كايزر أطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة في مصر، معربا عن تطلع سيمنز لتطوير نشاطها الناجح في مصر، خاصة في قطاعات نظم النقل الذكية ورقمنة مجال الصناعة، وذلك على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري موات يلقى دعما ومتابعة شخصية دقيقة من قبل السيد الرئيس.
من جانبه أعرب السيد الرئيس عن التقدير لما حققته شركة سيمنز من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد، معربا سيادته عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفيا وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج. أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وأكدت أن المعرض يعبر عن ميراث مصر الحضري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم. وقدمت السيدة انتصار السيسي تحية شكر وتقدير للأيدي المصرية التي أبدعت في التصميم والإنتاج في مختلف منتجات المعرض وما قدمته من مصنوعات رائعة لا يقل مستواها عن مثيلاتها العالمية. هذا المعرض يأتي انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتجاهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل ومصدر دخل للمرأة. فالمرأة المصرية لها قدرة متميزة على العمل في جميع المجالات، ولكن بيظهر إبداعها وتطورها في الحرف اليدوية والتراثية، وهو الحال في جميع محافظات وقرى مصر. أتوجه بالتهنئة للفائزين بجائزة الأفضل للمشروعات الحرفية واليدوية ومتناهية الصغر. إن الحفاظ على الحرف التراثية هو حفاظ على ثقافة الأمة المصرية وهويتها وتاريخها العريق، خاصة في الريف والصعيد والمحافظات الحدودية. ومن هنا أود أن أتوجه بالشكر للعارضين المشاركين في نسخة هذا العام من معرض تراثنا، وأسجل إعجابي بما قدموه من منتجات متنوعة بتعكس الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر، وأتطلع المزيد من النجاح والتوسع في أعمالكم خلال الدورات القادمة من المعرض. وأؤكد من خلالكم أن الدولة ستواصل سعيها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الدعم الموجه لسيدات مصر، وذلك لما لهن من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي. وأخيراً أجدد الإعراب عن سعادتي بوجودي معكم اليوم، والذي أتطلع لأن يمثل رسالة دعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها والعمل على نموها والاستمرار في التطور والإبداع. وشكراً. قدمت وزيرة الصحة هالة زايد عرضا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، حيث أشارت وزيرة الصحة إلى قيام وفد من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء واستشاريين في مجال تصنيع اللقاحات بإجراء زيارة ميدانية على مدار 3 أيام لمراجعة خطوط إنتاج اللقاحات وتقييم قدرة مصر على إنتاجها من حيث الجودة والفاعلية.
ولفتت وزيرة الصحة إلى الانتهاء من الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة أثناء إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية عرضا حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالي 2020-2021. وأشار وزير المالية إلى أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعا بنحو 18.4% خلال تلك الفترة، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم. وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2020-2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق. كما أوضح أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال هذه الفترة ارتفاعا بنحو 60% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بشأن استخدام كارت الخدمات الحكومية. يتعلق البروتوكول الأول بتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التأمين الصحي الشامل، وقعه وزير الاتصالات ووزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وبحضور وزيرة الصحة. ويتعلق البروتوكول الثاني بتشغيل المرحلة الأولى من بطاقة التموين، ووقعه وزير الاتصالات ووزير التموين والتجارة الداخلية. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المصرية للاتصالات لتسوية المبالغ المستحقة بينهما. تأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تسوية النزاعات وفض التشابكات المالية بين الجهات والشركات الحكومية دون اللجوء للتقاضي. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إحدى مراحل المناورة ردع 2020 والتي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي للعناصر المشاركة في هذه المناورة. المناورة ردع 2020. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة ردع 2020 التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتي تستمر لعدة أيام، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. تضمنت مراحل المشروع تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتحرك والفتح ودفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك المايلز. ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،
والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للعناصر المشاركة، مقدما لهم التهنئة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية التي لا تعرف المستحيل. وناقش الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة. حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة. المناورة ردع 2020. أكد قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة ذكرى عيد القوات الجوية والذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام. ذكرى نصر أكتوبر برهانا حيا ومتجددا على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها، ورمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها وعزيمة شعبها، مضحين بأرواحنا لحفظ أمن واستقرار وطننا، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وأن يبلغنا جميعا ما نصب إليه من عزة وأمن ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة. وكان من أهم النتائج والدروس المستفادة من هذه الانتصارات أن انتهجت قواتنا المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في التسليح، فشهدت كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية في السنوات الأخيرة طفرة في منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات والهليكوبترات من أحدث ما أنتج من أسلحة الجو. نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عددا من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الأسكندرية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتضمنت الفعاليات إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجري بمشاركة عدد من الأندية الرياضية. كما قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسة وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين الإسكندرية، وقدمت عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية. حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات الأيزو من شركة الاعتماد أيزو كار ومقرها المملكة المتحدة. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة احتفالا بحصول الكلية على شهادات الأيزو 3. وخلال الاحتفال أكد مدير كلية الطب بالقوات المسلحة اتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، مثمنا دور هيئة تسليح القوات المسلحة في مرحلة التأهيل والذي كان له أكبر الأثر في حصول الكلية على شهادات الأيزو 3 اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي. ورد إلينا هذا الخبر العاجل مشاهدينا، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول تطورات ملف سد النهضة، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقد جدد الرئيس السيسي التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين الأطراف كافة المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه أعرب الرئيس رامافوزا عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية. أضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي. أعلنت وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والتي أسفرت حملتها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام جهودها في التصدي لكافة الجرائم التموينية، حيث نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 9000 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، إضافة إلى كمية من مستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية بالإسكندرية. كما تمكنت من ضبط 40000 كمامة طبية مجهولة المصدر معدل البيع داخل مصنع مجهز لإنتاج الأحذية بدون ترخيص ببورسعيد تم استغلاله في صناعة الكمامات الطبية دون تصريح من الجهات المختصة. الإدارة نجحت في ضبط قرابة 8000 عبوة أدوية ومكملات غذائية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق بحوزة المسؤول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص بالقاهرة. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من طنين من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط قرابة طنين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالشرقية، وهو ما يشكل خطراً على صحة المواطنين. الإدارة نجحت في ضبط أكثر من 3.5 طن مصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأكثر من 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بالقليوبية. ومع استمرار الإدارة في تصديها لجرائم غش السلع بمختلف أنواعها وعلى مستوى محافظة الشرقية، نجحت في ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بداخل محل لتجارة الأعلاف الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر بمصنع لتعبئة السلع الغذائية تمهيداً لطرحها للبيع وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة من وراء ذلك. الإدارة استطاعت ضبط أكثر من 4 أطنان عصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية وأكثر من 1.5 طن مستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع سلع غذائية غير مرخص بسوهاج. واستكمالاً لجهود الإدارة في ضبط السلع الفاسدة، نجحت في ضبط أكثر من 2 طن من مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية. وتهدف وزارة الداخلية من وراء تلك الحملات إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال تصديها لكافة أشكال الغش التجاري والسلع الفاسدة. أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريراً كشف فيه عن مجموعة هائلة من القوانين التي يشرعها النظام القطري لتكميم الأفواه وحرية الرأي والتعبير، وتحت عنوان في قطر من يجرؤ على الكلام، رصد تقرير الهيئة أن قانون العقوبات القطري يعاقب بالحبس 5 سنوات أي مواطن ينشر أخبارا عن الأوضاع الداخلية لقطر، وكل من يتعامل مع الخارج إعلاميا، وكل صحفي بذريعة إثارة الرأي العام، وكذلك كل من ينتقد الأمير أو يعيب فيه، كما يقضي بالحبس 3 سنوات لكل من يتحدث عن القوات المسلحة القطرية أو إنشاء وإدارة موقع إلكتروني.
كما أشار التقرير إلى أن الإغلاق التام حق للسلطة الحاكمة تحت ذرائع هاوية وهو ما شمل الدور الصحفي والمطابع والمكتبات وغيرها، كما يتم الحكم بالحبس لمن ينقل مقر صحيفة أو ينشر إعلانات وبيانات من خارج قطر أو مراسل عربي أو أجنبي يعمل بدون ترخيص فيها. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حظر تجوال جزئي بداية من السبت المقبل في باريس وعدد من المدن للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. قمنا بتقليص عدد المرتدين إلى المطاعم، ونفس الشيء فيما يتعلق بالتدابير في المسارح وفي الأوبرا والسينما، وبالتالي ستكون هناك برامج أبكر. نعم، ستكون هناك نتائج اقتصادية. مطاعم ستغلق. هذا واضح. مثلا في باريس إذا طلبنا حظر التجوال في الساعة 9 هناك بعض المطاعم ستغلق أبوابها. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من باريس خالد شقير مراسل إكسترا نيوز بفرنسا. بعد التحية لك خالد، إذن يعني كما ذكرنا في خدمة إخبارية سابقة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حظر تجوال جزئي بداية من السبت المقبل في باريس وأيضا عدد من المدن الأخرى في فرنسا في محاولة للسيطرة على هذه الجائحة، جائحة كورونا. هل جاء خطاب الرئيس الفرنسي مواتي لتطلعات الفرنسيين؟ شادي، مساء الخير مرة أخرى ليك ولكل المشاهدين. كما توقعنا شادي، موضوع حظر التجوال هو الحل الأخير الذي ارتأى الرئيس ماكرون اتخاذه بعد أن اجتمع بالمجلس العلمي ومجلس الدفاع الصحي مع مجموعة من الوزراء ورئيس الوزراء. هذا الاجتماع الذي كان بالأمس وانتهى التصريح الذي أدلى به الرئيس ماكرون للقناة الفرنسية الأولى تيفان والقناة الفرنسية الثانية فرانس دو منذ قليل، وأعلن من خلاله هذه بعض من الإجراءات التي يمكن من خلالها شادي تقليل عدد الإصابات. تحدث شادي عن 20,000 إصابة يوميا، وقال نحن أمام مشكلة ومشكلة كبيرة جدا، و قارن بين الجولة الأولى والجولة الثانية، وقال أن في الجولة الأولى أو الموجة الأولى لفيروس كورونا كان في 3 مناطق، ليل دي فرانس وأوتمير أو ما وراء البحار وإيل دي فرانس أو شمال فرنسا، الآن هي على كامل أطراف الفرنسي، مما سيسبب إرهاق يعني الطواقم الطبية، ولهذا اتخذ هذا القرار وسط غضب عارم شادي من أصحاب المطاعم والحانات وأيضا العاملين في مجال الثقافة والمسارح ودور السينمات. الرئيس الفرنسي صرح وقال يعني بنفس اللفظ أنه ليس كشاب، ليس يمكن لك أن تكون محظوظا في 2020 عندما يكون عندك 20 سنة، لأنه يحد من حرية الشباب. هؤلاء الشباب شادي الذي انتشر الفيروس في هذه المرحلة بينهم، وهم من ساهم في إعادة انتشار الفيروس ما بين كبار السن نتيجة هذا الاختلاط في المنزل وفي الأسر. وهنا طالب الفرنسيين بمحاولة السيطرة على أنفسهم ومنع الاحتفالات سواء بالزواج أو أعياد الميلاد وغيرها من المناسبات السعيدة. قال يجب علينا جميعا أن نتكاتف حتى نصل إلى مرحلة الأعياد في أمن وسلام، وحتى نستطيع الانتصار على هذا الفيروس اللعين. شكرا جزيلا لك خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من باريس. ليس بعيدا عن انتشار فيروس كورونا في القارة العجوز، حيث أفاد مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا أن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورؤساء الحكومة الفيدرالية اتفقوا على بعض الإجراءات الاحترازية المشتركة الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا. أضاف مراسلنا أن ألمانيا ستطبق حظرا للتجوال من الساعة 11 مساء
وحتى 7 صباحا في المدن التي تشهد ارتفاعا حادا في أعداد كورونا. وأوصى وزير الصحة الألماني المواطنين بتطعيم كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة بلقاحات مضادة للإنفلونزا، ولا سيما في ظل انتشار وباء كورونا، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. هذا وقد ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 334,000 بعد تسجيل 5,132 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. كما كشفت بيانات معهد روبرت كوخ إن عدد الوفيات البلغ عنها ارتفع بواقع 40 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9,677 حالة. سجل بريطانيا نحو 20,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في زيادة يومية قياسية ليقترب إجمالي الإصابات من 655,000. كما أعلنت البلاد عن تسجيل 137 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 43,155 وفق الإحصاءات الحكومية. وتأتي الإحصاءات الجديدة في وقت يتم فيه فرض المزيد من القيود الجديدة بأنحاء المملكة بسبب التزايد المطارد في أعداد الإصابات. في الأراضي الروسية أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تسجيل لقاح ثان في ضد فيروس كورونا في مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو أن روسيا تعتزم أيضا تسجيل لقاح ثالث ضد الفيروس قريبا، يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية. بدأت 3 ولايات أمريكية أخرى الأربعاء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، وأفادت وسائل إعلام أمريكية إلى أن أكثر من 13 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم حتى الآن، بما يشكل عددا قياسيا في الاقتراع المبكر، إذ يسعى الكثيرون لتجنب الزحام المتوقع يوم الانتخابات والمحدد في 3 نوفمبر. يأتي هذا فيما أشارت استطلاعات للرأي أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس دونالد ترامب على مستوى البلاد وفي بعض الولايات الحاسمة. يواصل مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات الاستماع للقضية إيمي كوني باريت مرشحة الرئيس ترامب لعضوية المحكمة العليا. وخلال الجلسات حجبت القضية باريت عن الإدلاء برأيها في قضيتي الإجهاض والمثلية الجنسية، مشيرة إلى أنها ستفصل المعتقدات الدينية الشخصية لها عن أي أحكام قضائية ستصدرها. كانت باريت أثارت انقساما حادا بين الجمهوريين الذين أشادوا بها كقاضية لامعة، والديمقراطيين الذين نددوا بتعيينها قبل 22 يوم من الانتخابات الرئاسية وسط تفشي الوباء. Has approximately 3.1 million people enrolled in Medicaid, including 388,000 non-citizens and 341,000 citizen children with an immigrant parent. It estimates over 140,000 individuals will disenroll from benefits and public services as a result. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن الآن الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز من هناك. كريم، بعد التحية، يعني سؤالي الأول لك عن آخر الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية المرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية سواء من الحزب الديمقراطي والجمهوري أيضا.
نعم آية، العملية الانتخابية شهدت تطورا اليوم أو صباح اليوم تحديدا حينما أعلنت شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية إقامة لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وبين منافسي جو بايدن في ميامي بولاية فلوريدا يوم الخميس القادم. وكان مقررا أن تكون هناك مناظرة بين الرئيسين، ولجنة المناظرات الرئاسية حددتها أن تكون تلك المناظرة افتراضية عن طريق الإنترنت، ولكن الرئيس دونالد ترامب رفض ذلك تماما. واليوم أعلنت هدى قطب وهي الإعلامية الأمريكية وصاحبة برنامج توداي وأحد البرامج الشهيرة الصباحية بالولايات المتحدة، أعلنت أنه على لسان الشبكة أن هناك لقاء سيجمع بين كلا المرشحين يوم الخميس القادم 15 من أكتوبر بميامي بفلوريدا. وبالتأكيد وافق ترامب على هذا اللقاء لأن هذا اللقاء سيكون متواجد به كلا المرشحين، ولكن بالتأكيد ترامب يسعى خلال الفترة الماضية لتعويض ما فاته بالنسبة لحملته الانتخابية بعدما أصيب بفيروس كورونا وتعطلت حملته. وبالتأكيد أيضا دونالد ترامب يسعى خلال الفترة القادمة لتقليص الفارق بينه في استطلاعات الرأي، حيث وصل الفارق بينه وبين جو بايدن لصالح جو بايدن بنحو 12 نقطة. وبالتأكيد نعلم أن استطلاعات الرأي قد لا تكون واقعية بنسبة كبيرة كما حدث منذ 4 سنوات بين هيلاري كلينتون ومرشحة الديمقراطية وبين دونالد ترامب، حينما كانت كل المؤشرات تتجه إلى هيلاري كلينتون، ولكن في النهاية فاز دونالد ترامب. وبالتالي فنحن أمام عملية انتخابية بالتأكيد ستكون كلا الحملتين الخاصة بدونالد ترامب والخاصة بجو بايدن حملات شرسة للغاية على مدار الأسابيع القادمة حتى 3 نوفمبر القادم. طيب كريم، يعني هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني يعني كان من خلال هذا الخبر الذي تابعناه معك ومع المشاهدين بخصوص يعني جلسات مجلس الشيوخ الأمريكي والخاصة بجلسات الاستماع للقاضية إيمي باريت مرشحة الرئيس ترامب لعضوية المحكمة العليا، ما هي آخر المستجدات الخاصة بهذه القضية؟ نعم آية، مقعد شاغر بالمحكمة العليا الأمريكية أشعل الصراع ما بين الديمقراطيين والجمهوريين بعد أن رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية إيمي كوني باريت لتحل محل عميدة القضاء في المحكمة العليا الأمريكية السيدة روك بادر جونسبرغ، والتي توفيت في 18 من سبتمبر الماضي. يخشى الديمقراطيون أن يزيد عدد القضاة الموالين للحزب الجمهوري داخل المحكمة العليا، لما لها من سلطات في الفصل ما بين الجمهوريين والديمقراطيين داخل الكونغرس الأمريكي وفي الفصل في عدد من القوانين، ولها أيضا وهذا هو الأهم لها الإمكانية في الفصل في نتائج الانتخابات الأمريكية كما حدث في السابق عام 2000 ما بين الرئيس السابق جورج دبليو بوش ومنافسه آنذاك آل جور، وحكمت المحكمة في تلك الانتخابات بعد بالتأكيد عدة جلسات حكمت بأن نتائج الانتخابات لصالح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وبالتالي يحاول الديمقراطيون بشتى الطرق تأجيل تعيين القاضية. هل الأمر بالفعل يا كريم متعلق إلى ما بعد الانتخابات؟ هل الأمر بالفعل متعلق بالمعتقدات الدينية والشخصية لها بشكل كبير، أم أن هناك بعض التفاصيل الأخرى يعني في الكواليس لو تعرفها يعني؟ يعني ربما التفاصيل الخاصة بالكواليس هو ما ذكرته، هو خشية الديمقراطيين من وجود قاضية أخرى موالية للحزب الجمهوري، ولكن بالتأكيد الأخبار والأنباء التي خرجت على لسان عدد من الحزب الديمقراطي بشأن معتقدات القاضية التي رشحها ترامب هي لدعم قضيته أو لدعم موقفهم بتأجيل تعيين القاضية أو هذا المقعد تحديدا في المحكمة العليا الأمريكية إلى ما بعد الانتخابات، وربما يفوز جو بايدن ويقوم بنفسه
بتعيين قاضي ربما هو موالي للحزب الديمقراطي. هذا ما يسعى إليه تحديدا الحزب الديمقراطي خلال الوقت الحالي، ولكن يضغط الحزب الجمهوري لموافقة مجلس الشيوخ على القاضية إيمي باريت لتتبوأ هذا المنصب خلال الفترة القادمة ربما قبيل الانتخابات في 3 نوفمبر. الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز حدثتنا من واشنطن عبر الصوت والصورة. أنا بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد، والتي كانت مقررة غدا إلى الخميس 22 أكتوبر الجاري. وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها. وكانت الاستشارات النيابية التي جرت أواخر أغسطس أسفرت عن تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل الحكومة، ولكنه اعتذر عن عدم إتمام مهمته بسبب خلافات بين الكتل السياسية حول الحقائب الوزارية. أجرت كاميرا إكسترا نيوز لقاءات مع عدد من المواطنين في لبنان استطلعت فيهم الآراء حول التأخر في تشكيل الحكومة اللبنانية. وما لقينا نتيجة من شيء، كرماله الوضع نزول نزول نزول، فمش متوقعين شيء بقى من حدا الا ما يصير يعني في حلول جذريه يعني بالبلد ويبلش في اصلاح. بس مش مهم مين بيجي، مهم مين بيجي وبيصلح. احنا هذا اللي بدنا اياه. متطلبات اهم شغله هي الاقتصاد يشتغلوا على البلد، وفي شغله ثانيه هي حفظ المقاومه، يعني سلاح المقاومه خط احمر، لانه هذا سلاح يعني حيمينا فينا نقول. لبنان وضعه تعيس جدا 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 على مستوى بيهددوا بالدعم على البنزين على الخبز على الأدوية. هلا مقطوع، تصور انه لبنان عروسة الشرق الأوسط كلها كانت، فيش في بنادول يا اخي. بدنا حقوقنا شعب، لا عندك بنزين، لا عندك ماي، لا عندك كهرباء، لا عندك اكل. خلينا تركلنا الاكل هلا على جنب، عارف كيف؟ شو بدنا بعد يعني؟ بدنا رئيس حكومة يجي يعمل اصلاحات، ان شاء الله بيكون مين مكان يكون. مش ضروري يا اخي يجيبوه سياسه، يجيبوه من الناس. على شيء دولار يعني، انه دولار 8000 9000 صرفه يعني كثير، يعني $10 90000 80000 يعني كوارث. يعني اللي بيفخ الدولاب سيارته حقه مليون ليره، مليون ونص ليره يعني، يعني قد معاشه للواحد عمرتين يعني. معاش ضابط بالجيش بيطلع $200 صار. أدان المستشار النمساوي سيباستيان كوتس خطوة تركيا بإعادة فتح منتجع فاروشا المغلق في قبرص، وقرار عودة سفينة الأبحاث الزلزالية روتشريس إلى التنقيب في شرق المتوسط. وأكد كوتس أن تركيا تنتهك القانون الدولي بشكل واضح، داعيا إلى وقف مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وأكد المستشار النمساوي أن تركيا ستواجه عقوبات من الاتحاد إذا استمرت في هذا السلوك. قال دبلوماسيون أوروبيون إن إعلان تركيا استئناف عمليات المسح للتنقيب عن الغاز بالمتوسط يعطي الانطباع بأن أنقرة تتلاعب بالاتحاد الأوروبي. وقال الدبلوماسيون إن عجز القادة الأوروبيين عن فرض عقوبات على تركيا واقتراح حلول بديلة بالتوازي مع التهديد بفرض عقوبات أو ما يعرف بسياسة العصا والجزرة أثبتت فشله في تحقيق الهدف منه. وكانت تركيا سحبت السفينة الشهر الماضي قبيل القمة الأوروبية التي تم فيها بحث فرض عقوبات اقتصادية عليها وعادتها للمنطقة يوم الاثنين.
so badly. In 2016, after Justice Scalia died, you described him in a TV interview as the staunchest conservative on the court. Is that correct? I can imagine that I said that as I'm sitting here. I can't recall my exact words. Well, I'm quoting you, so. Okay. Yes, you said that. And you also recognize that replacing the staunchest conservative on the court with someone nominated by President Obama could dramatically flip the balance of power in the court. That's a quote from you. Could dramatically flip the balance of power in the court. You are now in a position that you described 4 years ago of dramatically flipping the power of the court. So your nomination would actually be more dramatic, a more dramatic shift. Law professors such as Professor Stephen Vladeck have pointed out that with your confirmation, the court would be transformed into the most conservative court since the 1930s with a much more aggressive conservative agenda. In accepting your nomination, you described Justice Scalia as your mentor. That's been mentioned many times before. It appears that you may be even more to the right of Justice Scalia, whom you described as the staunchest conservative. I think it's important to look at what kind of impact you would have had on more recent Supreme Court decisions. When Justice Ginsburg served on the court, the Roberts Court issued numerous 5-4 partisan decisions. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن فحص 10,010,848 مواطنا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار 100 مليون صحة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد أن المبادرة تستهدف فحص المواطنين من الفئة فوق 40 عام للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن. ولفت إلى أن المبادرة تستمر في فحص المواطنين حتى 31 من ديسمبر، داعيا المواطنين فوق سن 40 للتوجه إلى أماكن تقديم خدمات المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. عقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ندوة تثقيفية بعنوان أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وطلاب المدارس وشباب الجامعات. للمزيد من المتابعة مع الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. بالفعل من محافظة القاهرة نستعرض معكم آخر أخبار هذه المحافظة والتي شهدت اليوم انعقاد ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة والتي جاءت تحت عنوان أكتوبر 73 بقاء شعب ونماء أمة. هذه الندوة جاءت تحت رعاية محافظ القاهرة وبحضور عدد من المحللين السياسيين وقادة القوات المسلحة وطلاب المدارس وشباب الجامعات. خلال الندوة قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن حرب أكتوبر بالأمس قادت مصر إلى التنمية اليوم، وأشار إلى ما تم إنجازه من تطوير وتنمية للبلاد خلال الفترة الماضية ويشهد به العالم لإقامة مصر الحديثة سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو رفع مستوى البنية التحتية أو المجتمعات العمرانية الجديدة. وخلال هذه الندوة تم عرض 3 أفلام تسجيلية حول حرب أكتوبر المجيدة وكذلك أيضا مستقبل العاصمة الإدارية وما تم إنجازه من مشروعات خلال 6 سنوات الماضية وحكاية العلم المصري وارتباطه بقصة كفاح الشعب المصري. خلال هذه الندوة قام محافظ القاهرة أيضا بتكريم عدد من أسر الشهداء، شهداء القوات المسلحة، تقديرا وعرفانا لما قدموه لهذا الوطن من تضحيات. ربما هذا ما لدينا، وبالعودة إليكم الاستوديو مرة أخرى. أعلنت محافظة الجيزة تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب لملتقى توظيفي بمقر الجهاز ويستمر حتى غدا الخميس. وفي سياق آخر ترأس محافظ الجيزة اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين الأراضي، أراضي أملاك الدولة، كما أعلن تخفيض أسعار الأراضي بالقرى التابعة لأملاك الدولة بنسبة 50% للمتقدمين بطلبات تقنين. المزيد مع ساريا ياسين مراسلة إكسترا نيوز. أهلا بكم.
لكم مشاهدينا من محافظة الجيزة التي نورد لكم فيها أبرز وأهم أخبار المحافظة اليوم. البداية من قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بإطلاق ملتقى للتوظيف في المحافظة وفي محافظة الجيزة على مدار يومين. يبدأ هذا الملتقى بداية من اليوم 14 من أكتوبر ويستمر حتى 15 من أكتوبر. في اليوم الأول سيستقبل هذا الملتقى سلسلة مطاعم والتي تقدم عدد من الوظائف التي تحتاجها للشباب، من بين هذه الوظائف مندوبين توصيل طلبات، مديرين لفروعها وسائقين. أيضا في اليوم الثاني سيستقبل الملتقى شركة للأدوية والتي أيضا تحتاج عدد من الموظفين. يقام هذا الملتقى في مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في ميدان الجيزة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا. الخبر الثاني من محافظة الجيزة وهو عن انعقاد أو عقد الاجتماع الأسبوعي في محافظة الجيزة أو برئاسة محافظ الجيزة للجنة البت في تقنين أوضاع اليد على أراضي أو الأراضي أملاك الدولة. ترأس محافظ الجيزة هذا الاجتماع، وطبعا هذه اللجنة لجنة تقنين أوضاع اليد أو لجنة البت في تقنين أوضاع اليد للأراضي المملوكة للدولة أو على الأراضي المملوكة للدولة لتقنين أوضاع هذه الأراضي، استرداد أيضا أموال الدولة وتطبيق القوانين. وتم من خلال هذا الاجتماع التأكيد على التوجيهات الرئاسية والخاصة بمراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من على كاهل المواطنين، وتم على هذا الأساس تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات البت في تقنين أوضاع اليد عليها طبقاً طبعاً للقوانين بنسبة تصل إلى 50%، شريطة أن تكون هذه الأراضي هي أراضي موجودة في القرى أو أن تكون المباني الموجودة عليها في هذه الأراضي هي مباني للسكن. كانت هذه أبرز أخبار محافظة الجيزة مشاهدينا أو الجيزة، شكراً لكم. والآن مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس مائل الحرارة نهارا لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة، فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعما لكافة المجالات التنموية. ماكرون يعلن فرض حظر التجول بباريس ومدن أخرى اعتبارا من السبت لمواجهة انتشار كورونا. الرئيس اللبناني يقرر تأجيل الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة لمدة أسبوع. انتهت النشرة، ولكن نحيط علم حضراتكم بأن تردد إكسترا نيوز HD 12303 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.